اليوم فتتنا فتت حمص بسمنة على أصول أصوله ومن تحت ديات بابا. عنا خبز هون نشفان شوي رح نقطعه ونحطه بالبايركس. بزبدي يبدي نص كيلو مسبحة، عصير ليمونتين، 200 جرام لبان، ومعلقة صغيرة ثوم مهروس وملح حسب الرغبة. هلأ هذا الصوص يلي عم نجهزه منسميه البدوة. هون بابا رح يخففه بكبجايتين من مرقة سلق الحمص لحتى نوصل للقوام اللي شايفينه بالفيديو. وبيقلكم بابا ضيفوا على مرقة سلق الحمص شوية ملح وثوم مهروس حسب الرغبة، لأن هاي المرقة طبعاً نسقي فيها الخبزات اليابسين فرح يعطوا الخبزات نكهة كتير طيبة. وبعد ما سقى الخبزات بمرقة الحمص رح يضيف عليهم الحمص ويوزعهم على الوش كتير منيح. وهلأ حط البدوة ووزعها كتير منيح ورح يحط لنا المكسرات المقلية بالسمن العربي. وزينا بالفلافل الحمراء والبقدونس والكمون، وهلأ صار وقت يدوقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام كمان بتجنن صحة. وهنا يا عمري جدة دائما عملنا من هاي الفتة تكرم عينك يا جدو.